الحمد لله ربنا يحلي اخلاقنا. هو ده بقى موضوع اللي احنا اخترناه، وهو حسن العشره. ازاي انك انت ما تكسرش الجسور؟ ايه حسن العشره في مفهوم الشيخ؟ يا الله يكرمك. والله يا شيخ خالد جزاك الله خيرا على هذه المقدمه الرائعه، بس انا بتحضرني صوره عظيمه جدا ولها ذكريات في قلب كل مؤمن. نعم. صوره الممتحنه. عشان بس يعني انا نفسي اسقف لك على الهواء على الجمال والحديث والاسترسال في الكلام اللي انت قلته. ايه صوره الممتحنه دي يا حضرات؟ في يوم من الايام كان بين المسلمين بقياده سيدنا النبي وما بين المشركين مشكله كبيره. ليه المشركين عملوا ايه؟ اخرجونا من ديارنا واذونا وقتلوا مننا. فالقران بيقول للمؤمنين: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. صح ولا لا؟ ايوه. تلقون اليهم بالموده؟ ازاي تعملوا حاجه زي كده؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. لانه دول كانوا اعدائنا، حربونا في عقيدتنا وطردونا من ديارنا وهكذا. اقلبوا الصفحه اللي حافظ صوره الممتحنه على المصحف بتاعنا احنا. اقلب الصفحه كده شوف الايه بتقول يا شيخ خالد. بقول: عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. قلت له: ازاي يا رب؟ ازاي دول ناس مشركين واذونا وطردونا؟ معقوله؟ معقوله اللي كانوا بيحاربونا يبقى بيننا وبينهم موده؟ قال لي: والله قدير. قلت له: طيب هتسامحهم في اللي عدى ازاي؟ ده حربوا نبيك وصدوا عن سبيل، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. قال لي: والله غفور رحيم. انت مالك؟ والله شوف يا اخي الجمال، شوف التوازن، شوف التوازن حتى مع خصمك. اصل انت لو عايز تحكم على واحد يا شيخ خالد انه عنده اخلاق ولا لا في الغضب، الله يفتح عليك. لانه الناس في الظروف الطبيعيه خليط مجهول، تستطيع ان تميز الحسنه من القبيح. قال لك: انت عايزه تعرف ده عنده خلق ولا لا؟ اعرفه عند الغضب. انصف الناس من نفسه، لم يخطئ في احد. وكلمه جميله قوي ومبدا ده النبي علمه لنا: ان لم تنفعه لا تضره. لا تضره. ان لم تمدحه، شوف ما عندكش كلمه حلوه طيبه اسكت. لا اله الا الله يا اخي. فليقل خيرا او ليصمت. مش ده منهج النبي عليه الصلاه والسلام؟ شوف اللي يقول لك: ولا تنسوا الفضل بينكم. الله. مبدا جميل.